تعليم الولد الكلام الطيب المها إلا بر هذا الكوان أكسن لو أبابيه عرفك الله قطفه. ويجب على كل مسلم روح كسر مسلم حواجب كؤة أن يجري لسان ابنه إلمه سهذا إلمه أبد كيس هذا العرب كذوني كدر اليوم مريو كو عربيو على كلام طيب إري وناكسن وين لقلا دقالمو توحيد كالله بالله عند أهل العلم بالإجماع مركو إلمه بالله إنه حاله هو يده أبوده بابا ماما كده وحاتر هذا مركو سواه الله لا إله إلا الله ده لا إله إلا الله قطر بي سلف سيدي جري أهل بيت الرسول لأن كل ننجر جعفر الصادق محمد علي الباقر حسين بن علي بن أبي طالب عرورته مركي أضل كب اللابان وكب اللابجر آمنت بالله وكفرت بالطاغوت ده قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت بابا يا ماما يا هوي يا كالا يا كع يا فريزة الله وحبه الشيخ بطا بطا محاكو قلي سبب قاري دوني وحقوه الرأي كتب توحيد عرب كسلمها كتب قلبي قساتك آمنت بالله وكفرت بالطاغوت لا إله إلا الله محمد رسول الله روح مركو صور نبضاد انتو صوحو أما نختار لك صوكعية توحيد كأغب الله سيدتها وصور نبضاد ما في عمتا شاه مكينا وكاذي أو شاه لا إله إلا الله الحمد لله ده إلهي أمة هذه وأنا أكبر روح عرب كيس لقو قرأ حساب الدنيا هاي نوضن بيين يو ألفاظ إريوم مليحة معان أو نبي أمان أو الله أمان أو إلهي أمة هذين ويحرزه حكا إلى لنا يا والدك إلميس أو كأينا عن كلمات الفحش إريادة حنحن والمهم لا تكون معنى ضرها إذا ابتدأ التكلمك إلمهم بالله إنه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم عرورتنا كرامية حرمية قدرية والدك المهيسو سيدا أضون ورغم ما معه احترام يقدرين بالله موتيا المها ضمركو يري هاي حلو ورغم ما ولا كرامية ولا قدرية احترام بالله تسا أنوك احترامية أمدنا واحترامية هديك أضع عاقر هاي وشون عندها كيقل فيك إنها كلا صبح لو وضعنا وحاس مركو رونالدو صاحب على قدرتا مركو سوق عيو حقو ونقدو وفنيز وسير فيريو وسير والي وسخر قرية سحل قامة سنك تاجاي والله صاحبة والد هلا الله مرة قمه ورمانا دقو جدا وحاصل مرة بوح صاحب على قدرتا سيرتي سوق وش يقدر وحيابه السمية خلطان بعد كأوجان كاسر قرصن ماي وحد ما في عنه غير كواحد مصميان أنا قونا متش علي أظن أكون وأنا أكسره والدك حرر وإنه سياسات ما استعمار كبا إلالي أكرموا أولادكم وأحسنوا وناتية أدبهم أدبهم بايقر لكن أدبهم باصح من حيث اللغة أدب كذا تأديب توزا هي أخلاق ذو نواناتية حديث حديث حسن أوي حديث حسن شواهد فربضهم بولي يا